الأخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم عبد الرحمن العروشي. هذا فقط تعليق على الأخت تيلا أحدو، التعليقات التي أدلت بها لليوم 24 أظن أو 21 كانت تعليقات يعني نابعة عن قناعات. الإنسان كيقدر يحل، الإنسان عنده شوية ديال العقل كيقدر يفارق ما بين الأبيض والأسود. التعليقات الأولى كانت يعني عاطفية، وكانت فيها أحاسيس، كانت فيها معاناة، كانت فيها إحساس بالحقرة. هاد الأحاسيس كلها من المستحيل أنك تصنعها بين ليلة وضحاها. وهاد الناس هادهم ساكن عايشين في الجبل وكذا، عندهم واحد العفوية اللي كاع المغاربة كيعرفوها. راه كل شيء الناس اللي كتسافر وكتمشي للجبل كتعرف الناس اللي كيعيشوا تما، كاين عندهم واحد المصداقية، لأن دوك الناس ما مخلطينش بزاف في المدينة وبالتخلويد وكذا، عنده هذاك الجو الروحاني في الجبال وكذا. الإنسان اللي كيعيش في الطبيعة كيكون أقرب إلى الصفاء وإلى كذا. وفي الجانب الثاني لاحظنا التعليق الثاني، الوقت اللي هي تولوها بحال داروا ليها المكياج والمسائل، أنا كيبان لي اللي تعدل هو سميتو التعليق الثاني. وإيش التعليق الأول؟ التعليق الأول كان عفوي، كان ديال إنسانة عادية مسكينة عايشة بجبل مهلوكة، حتى الهندام ديالها حقيقة يعبر عن شكل المرأة اللي كنشوفو حنا في البادية ولا في الجبل. لكن في الجانب الثاني التعليق الثاني ديالها كان معدل، كانت عندنا سيدة بحال في عمرة ومقادة مزيان ونقية ودايرين ليها المكياج وكذا. دابا حنا عندنا علامات استفهام، وحنا ما غادي ندخلوا، حنا كيقول لك الغايب حججتو، ما حنا كنديروا غير معادله ما بين الموقفين. هاد الموقفين هنا فكروني بحال مصر، كيخرج شي واحد مسجون كيخرج مو ولا باه كيقول لك هذاك راه في السجن راه ما شفناهش عام ونص ولا كذا وما كنعرفوش عليه اخبار ولا كذا، ومن بعد 3 ايام 4 ايام كيخرج نفس الشخص مقاد ومهلوك بحال ضاربينه بصعق كهربائي، كيقول لك لا انا راه بخير لا باس عليا انا راه عايش عادي والشهاده ديال امي راه كذابه. حنا على كل حال حنا اللي بغينا ناكدوا عليه وهو ان خصنا نعرف عندنا اسئله المعلم، اش وقع لهذيك السيده؟ حنا بغينا نزكيو معها، حنا غادي نشوف غندير واحد المعادله ذكيه. ان انسان شوف خصك تشوف اي تعليق او كذا شوف اللي كيستافد منه. وكاينه واحد القضيه راه ماشي غير لا تلا اللي قالت هذا الكلام، فين هما الرجال الاخرين وهذوك الناس الاخرين اللي قالوا نفس الكلام وقالوا واكدوا كذلك على ان هذيك المنطقه تعاني وكذا؟ وعلى هذا الشيء حنا عندنا جديد، هذا الشيء راه ماشي جديد. وقالت لك لا راه كلشي كيتهلا فينا وكي راه اختي وجهك في النهار الاول ما بانش شي واحد اللي مهط لي، وهذيك الدار وهذيك البلاصه اللي شفنا حنايا انت هي كتهضري وهي وراك راه قرباله زعما كاين كيف كيقولوا راه غير بريريكه بالمعقول. شوف على كل حال هذا الشيء حنايا كله للاسف لا يبشر بالخير. واش تعرضت هاد السيده للمضايقات او كذا الله اعلم، حنا ما عندناش الدليل، ولكن حنا الا عندنا راه شنا حاجه وحده اللي عندنا وكرمنا بها الله سبحانه وتعالى عندنا شويه ديال العقل كنقدروا نميزوا. والموقفين متناقضين 100%، الاول ليس بمركب والثاني مركب 100%، لان ما عمرنا شي وحده عايشه بالجبال ولا في الباديه ومتوله ومقاده بحال هذيك السيده في التعليق الثاني اللي كانت كتكذب فيه التعليق الاول. انتم احنا غادي نتركوا لكم، انتم شدوا هذيك العداله فهمتي وحاولوا تركزوا على هذا الشيء اللي تكلمت فيه انا. وفي الجانب الثاني راه كانوا بزاف الناس اللي ظهروا في الفيديو الاول واكدوا ما قالت الاخت تلا، فلها الله سبحانه وتعالى مسكين الله يحسن العوان وما تجاوزوش عليها الله يرحم لكم الوالدين. حتى واحد ما يبقى يقول لك راه تلا وكذا كذابه ولا شي هذا، الله يحسن عوان اخويا الله شوف راه بنادم تحت القهره ولا شي، الله اعلم حنا ما عندناش دلائل ولا اي شيء، ولكن انصاف لهذه الاخت لابد ان نقول هذا الكلام اننا نحن كمغاربه عندنا شويه ديال العقل وكنفهموا ان الذي كان مركب بالنسبة إلينا هو المشهد الثاني، أما المشهد الأول فهو يعني عفوي يعني يتكلم عن الحقيقة وهو أقرب إلى قلوبنا وإلى عقولنا.
وراه ساهل المعلم. قال لي راه ما غابت حتى لا من صبح حميره وما اي واحد بغى يتاكد يمشي للترميلات ويشوف هذوك الناس كي عايشين، وراه غيسهل عليه باش يفهم واش بصح ولا ماشي بصح، غير بين قوسين. لان حنايا فانذاك هزينا هذاك الفيديو ونشرناه لعباد الله وتكلمنا عليه، فمن الامانه الاخلاقيه والادبيه كذلك ان نتكلم على الفيديو الثاني، لان هذا الفيديو هذا جاء ليكذب كل شيء ما قامت به اليوم وما قمنا به نحن تعاطفا مع هذه الاخت تلا وكذا، رغم اننا لا نعرفها لكن احنا تعاطفنا مع معاناتها، ليس هي كشخص ولكن للساكنه كلها، راه كلهم مغاربه المعلم وتهما كيخصهم ياكلوا ويشربوا، ولا جا شي واحد استغل لهم المنطقه ديالهم راه ضروري يستافدوا، راه لا ضرر لا ضرار المعلم، ماشي تجي انت تاخذ كل شيء وتهلك كل شيء. وبين قوسين الناس كيهضروا على، قال لك كتهضروا على السنترال، حنا المعلم راه سالينا، حنا راه قلنا راه حنا مقاطعين هذوك الثلاثه ولا باس ما نبقاوش نكرروا، ولكن اللي خرج وعلق على المنتوج ديالو ولا دار شي قويلبه ولا شي حاجه كنديروا حنايا رد الفعل، كنشرحوا ليه وكنقولوا ليه الفكر ديالنا، وكنفكروا عباد الله وكنحاولوا نشوفوا نوريوا لعباد الله اشنا هو الغرض من وراء التعليق او كذا. عادي هذا تحليل اكاديميك يا المعلم، اكشن اند انتر اكشن، بنادم كيخرج بفعله حنا كيكون عندنا رد الفعل، اما الاخرين راه ما نهضروش عليهم، بقاو غنكثروا الهضره عليهم، لا حول ولا قوه الا بالله. يلا اخوه اكرمكم الله، اتمنى لكم صوم كريم ان شاء الله، وان يثبتكم الله على الشهاده والحق. اللهم اني صائم، اللهم اني مقاطع، والله يكون في عون الله تعالى. باش نكونوا واضحين، الله يحسن عوانا، العان بها الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله.